أما من جانبها فقالت وزيرة الصحة هالة زايد أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي وباقي الإدارات للعمل على مصلحة المواطن ورفع مستوى الخدمة الطبية بناء على تكليفات الرئيس السيسي. أضافت زايد أن وزارة التعليم العالي قامت بإمداد المستشفيات بشتى التخصصات. عدى العيد بتنسيق كامل بين المستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة، ادونا أساتذة اشتغلوا معانا في أقسام الطوارئ والأقسام الحرجة في الرعايات والحضانات، وساعدناهم بكل الإمكانيات في أي حاجة كانت نقص عندهم في بعض المستلزمات. في الآخر المريض المصري، احنا بنشتغل على مريض مصري واحد، عندنا تعليمات واضحة وتكليفات واضحة من سيادة الرئيس، ومن يعني بعد حلف اليمين بضرورة التنسيق لصالح المواطن. احنا اشتغلنا من بعد حلف اليمين على طول، نسقنا مع السيد وزير التعليم العالي، والهيئة أنا فخورة ان في بلدنا ناس بالقامات دي.